تنضم لنا دكتور ملهم الخن رئيس مجلس امناء مؤسسه سوريا الغد للاغاثه هو معنا من القاهره. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح النور. الى اي درجه اليوم في تشابه بين الريف السوري والمصري؟ والله طبعا يعني بتعرفي مثل ما بتعرفي انه مصر يعني هي بلد بشكل من الاشكال كانت يوم من الايام اندمجت مع سوريا ضمن نطاق حكم واحد، وبتعرفي الظروف اللي مرت فيها مصر هي كثير شبيهه طبعا بالظروف اللي مرت فيها سوريا. اليوم الريف الشعبي المصري بحياته الضيقه، بطيبه الناس الموجوده فيه، بتعاون الناس، معرفه الناس لبعضهم البعض، كثير بصراحه متشابه مع الريف السوري. طيب إذا بدنا نحكي شوي عن أنواع الزراعة الموجودة واللي عم يشتغل فيها السوريين، يعني وهل أدخلوا زراعات جديدة كما في تركيا؟ هلا أنا موجود في مصر من العام 2007، يعني قبل قدوم السوريين بأعداد ضخمة إلى مصر. بصراحة طبعا الزراعة اللي كانت موجودة أو حتى شكل المطاعم أو حتى شكل الأكل أو حتى المنتجات اللي كانت تباع في الأسواق المصرية كانت مختلفة بشكل كثير كبير يعني عن الشيء الموجود عندنا بسوريا. ولكن بعد دخول السوريين إلى مصر بصراحة أنا ما صرت لاقي فرق ما بين الأسواق أو المتوفر في الأسواق المصرية والشيء اللي كان فعلا موجود في سوريا. لأنه يعني اليوم في الأسواق عفوا عموما أم الأسواق المتخصصة بالسوريين؟ لا، الأسواق عموما، لأنه المنتجات السورية بشكل عام هلأ في البداية كان في محلات خاصة بالسوريين، ولكن أنا بلاحظه بالفترة الأخيرة أنه المنتجات السورية أيضا صارت توزع لكثير من المحلات المصرية، يعني صار كثير من المحلات المصرية بتستورد منتجات سورية سواء كان خضار، فواكه، مكسرات أو حتى منتجات غذائية، أجبان، ألبان، كثير صارت منتشرة. الخبز السوري صار موجود، الأفران السورية صارت موجودة، وإذا حكينا طبعا على الأشياء الثانية الخاصة باللباس، لأنه صار في كثير مصانع خاصة بإنتاج اللباس والنسيج والغزل. صحيح. طبعا صار في كثير بصراحة منتجات سورية موجودة في الأسواق المصرية. طب دكتور، ذكرنا ببداية فقرتنا أنه في توجه كبير اليوم من قبل السوريين للريف المصري، وسألناك حكيت عن طبيعة الشعب، ربما أسباب تانية اليوم بتخلي عدد كبير من السوريين أنه يتجهوا للأرياف. هل الطبيعة مشابهة؟ هل مثل ما ذكرنا أنه في بيئة خصبة للزراعة اللي نجحوا فيها السوريين أساسا بسوريا، الغلاء أو حتى موضوع المعيشة، الأجارات؟ لو نعرف تفاصيل أكثر. هلا طبعا يعني مصر يعني مثلها مثل كل الدول الثانيه اللي تاثرت بشكل كبير بموضوع التضخم المالي اللي تقريبا غزا كل العالم. فالشريحه واسعه من السوريين مع التضخم الكبير اللي حصل بصراحه اصبحت غير قادره على دفع الكثير من المبالغ الكبيره في الايجارات، لانه اليوم لما نحكي نحن على الايجارات في مصر بصراحه المدن الجديده يعني او المدن المتواجده في وسط القاهره ارتفعت ايجاراتها بشكل كثير ضخم. فاليوم كثير من السوريين لجأوا الى موضوع الارياف لتخفيف تقريبا التكاليف المعيشيه وخاصه موضوع الايجارات. وايضا نحن في الارياف دائما بنلاقي معظم الخدمات متوفره او حتى الاسواق متوفره بسعر ارخص من خارج الارياف بحكم التكاليف. هاي نقطه. النقطه الثانيه بصراحه اليوم الارياف بمصر تتميز بطيبه اهلها بصراحه، فيها طيبه كثير، فيها نوع من التعاون. ما زالت الارياف تعيش على الفطره بشكل كثير كبير. فاليوم الحالات اللي عندها مشاكل وجودها بالارياف بيعزز تعاونها مع المحيط. ممكن اذا كانت محتاجه خدمه، محتاج حدا يوقف معها. دائما اهل الريف في عندهم نوع التعاون اكبر من المدن الكبيره اللي هي بمعظم الاحيان مشغوله باعمالها وفقدت التواصل. هذا على مستوى السكان. على مستوى الحكومه كان في تساهلات معينه بموضوع وجودهم بالارياف، استثمار، شراء الاراضي الزراعيه او تشجيع يمكن؟ هلا نحن اليوم بمصر للامانه بصراحه الحكومه المصريه ما تدخلت يعني على مثل تركيا او باقي الدول بيحددوا لاماكن تواجد السوريين اما من خلال تثبيت السكن او ذلك. في مصر الحكومه المصريه لم تتدخل نهائيا في تحديد اماكن السكن الخاصه بالسوريين، ولم توجههم الى منطقه معينه،
ولكن هناك طبعا تسهيلات، يعني تسهيلات سواء في الأرياف أو في المدن الجديدة أيضا. يعني اليوم التسهيلات الاقتصادية مثلا في المصانع قد تكون في المدن الجديدة أيضا. فاليوم الحكومة المصرية بهمها أن السوري موجود يستثمر إما بالزراعة إما بالصناعة أو في أمر آخر، ولكن طبيعة الطبقة اللي هن شغالين بالزراعة يميلون أكثر للأرياف أكيد. لوفرة الأراضي الماء، ويعني سهولة الزراعة طب ورخص الرخص دكتور ملهم، التكاليف. غير الزراعة هل هناك أعمال أو مشاريع أخرى للسوريين في الأرياف تحديداً؟ ولا الكل بيشتغل بالزراعة هناك؟ لا مو شرط كل بيشتغل بالزراعة اليوم. يعني الطبقة الموجودة أو السوريين الموجودين في الأرياف، يعني هن طبقة مو بشرط كلهم متخصصين في الزراعة، في منهم شغالين في مطاعم سورية صارت بالأرياف. يعني اليوم المطاعم السورية لم تعد تقتصر فقط على المدن الجديدة أو وسط المدن، ولكن في الأرياف صار في مطاعم سورية موجودة بشكل كتير كبير. في كتير من الأشخاص اللي شغالين بالأعمال اليدوية، في كثير اصحاب مهن وحرف موجودين. يعني اليوم عادي طبيعي جدا تروح على اي منطقه او ريف تلاقي فيه سوريين شغالين، سباك، نحاس، نجار، ايا كان جميع المهن بمختلف اشكالها موجوده. فاليوم نحن عم نحكي عن طبقه كامله من الشعب بكافه اختصاصاتها بكافه يعني امكانياتها موجوده، وعم تستثمر بكل شيء متاح. ولكن اليوم نحن بنركز على الزراعه اكثر باعتبار انه الريف المصري يتميز بالزراعه اكثر. ايضا يعني حسب ما قرات يتميز الريف المصري ببساطه البناء. بالنسبه للحصول على المسكن في الريف هل هو سهل؟ طبيعه الاجارات يعني سنوي، تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. هلا طبعا يعني المسكن بالريف في مصر يعني للامانه هو يعني لا يقارن طبعا بباقي المدن. يعني اليوم مصر ليست كدول مثلا في اوروبا او في امريكا، الريف في اوروبا وامريكا بيكون قد يكون متميز احيانا في البناء وفي شكل البناء عن المدن او عن قلب المدن، ولكن في الريف المصري بالتاكيد يتميز بالبساطه. المسكن ليس بالشكل المرفه كما هو مثلا في المدن الجديده وفي، ولكن هذا الامر طبعا يعني يعطي امتيازات من ناحيه التكلفه. اليوم السوري الذي يذهب الى الريف يذهب الى لاحد سببين، اما يهرب من غلاء المعيشه الموجود في المدن، او يتميز هذا الريف مثلا يبحث عن فرصه عمل. اليوم كمان لا تنسى انه اليوم المدن الجديده مثلا مثل 6 اكتوبر والعبور ودمياط الجديده ومدينه نصر وهذه الاماكن اصبحت مكتظه بالسوريين وبالمشاريع صحيح. الخاصه بالسوريين، في تزاحم كثير كبير. بينما نحن اليوم لو انطلقنا الى الارياف هناك تعطش كبير للمشاريع التي يقدمها السوريون، هناك احتواء واستضافه كبيره، وهناك ايضا رخص في تكاليف المعيشه. فاليوم هم عم يحققوا امرين، عم يحققوا انه عم يوجدوا فرصه عمل او غير ما في تزاحم كثير كبير عليها في الارياف، وبنفس الوقت في وفي تعطش او تقبل من المصريين لهذا العمل، وبنفس الوقت في رخص في التكاليف المعيشه. كل الشكر لك على كل المعلومات اللي قدمتها دكتور ملهم الخن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سوريا الغد للإغاثة. كنت معنا من القاهرة ونهارك سعيد. شكرا لك. العفو، أهلا وسهلا.